مستعدون لقتل أي أحد، يدمرون أي منشأة إن كانت مسجداً أو كنيسة أو مستشفىً أو مدرسة. ليس لديهم أي قيم أو مبادئ أو خطوط حمراء. يستغلون أي حرب وينتظرون أي أزمة أمنية للدخول إليها واستعراض خبراتهم الإجرامية. لا نتحدث هنا عن عصابات شوارع، بل عن موظفين في شركة براتب شهري وحوافز وغطاء قانوني كامل. ما سمعته ليس خاطئاً، حيث سنروي لك اليوم حكاية شركات الموت أو شركات المرتزقة، والتي تنشط اليوم بشكل فعال في الشرق الأوسط عابثة بأمن سوريا وليبيا واليمن والعراق. الارتزاق. المرتزق هو جندي مستأجر يوظف للقتال في الحروب والنزاعات المسلحة لامتلاكه قدرات بدنية أو حربية أو إجرامية معينة. وبعكس ما يظنه البعض، فإن الارتزاق ظاهرة قديمة عرفت على مدى العصور الماضية، إذ استخدمت الإمبراطورية البيزنطية في القرن الرابع عشر المرتزقة لمساعدتها على القتال ضد العثمانيين مثلاً. لكن النقطة الفارقة هي ما استحدثته الدول في هذه المهنة في العقود الأخيرة. يوجد لدينا مجرمون لا يهابون الحرب، يمكنون من تنفيذ كل ما لا يمكننا فعله فوق الطاولة ودون أن يرتبط اسمنا بهم، إذ سنؤمن لهم الغطاء اللازم وتحت مسمى شركات خاصة. بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة، بدأت الدول الغربية بسرعة تقليص جيوشها الوطنية، وظهرت عادة تأجير المرتزقة لإتمام المهام العسكرية الخطرة، ولكن هذه المرة على شكل شركات عسكرية خاصة تنشط في ساحات صراع عديدة. تقدم خدمات القتال على الأرض أيضاً استشارات وتدريبات عسكرية إلى جانب بيع الأسلحة واللوجستيات. وعلى سوء الأمر، إلا أن الأزمة الحقيقية من وجود هذه الشركات ظهرت جلياً عندما دخلت الوطن العربي، تحديداً في هدف أمريكا الأول العراق. بلاك ووتر المعلم الأول. في 16 من أيلول عام 2007 شهد العراقيون مجزرة على الملأ، حينما أطلقت عناصر حماية نار الرشاشات ما تسبب في قتل 14 مدنياً وجرح 20 آخرين. كانت هذه الحادثة إحدى المحطات البارزة التي أظهرت ملف بلاك ووتر ومعه شركات المرتزقة إلى العلن. دخلت حينها هذه الشركة مع غزو الولايات المتحدة العراق تحت مسمى حماية القوات والدبلوماسيين الأمريكيين. ورغم ادعائها عدم تورطها في أعمال العنف، إلا أن قتلها لثلاثة مسؤولين عراقيين وانكشاف تهريبها للأسلحة في حاويات طعام الكلاب للعراق وارتكابها لمجزرة ساحة النسور أدوا إلى حشرها رسمياً في الزاوية. حاولت الحكومة الأمريكية التغطية عليها مراراً عبر حصانات من الملاحقة القضائية، لكن كثرة القضايا انتهت بمحاكمة 4 حراس في قضية ساحة النسور، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عفى عنهم فيما بعد. بلاك ووتر هي شركة تأسست عام 97 من قبل ضابط بحرية سابق. دربت قوات الأمن اليونانية وكوماندو البحرية الأذربيجانية والبحرية الأمريكية التي تعتبر زبونها الأول. تغسل الأموال، تتهرب ضريبياً، تقوم بأنشطة بغاء باستخدام الأطفال، عدا عن أعمال القتل والترهيب وبيع الأسلحة كما تقوم بمهمات استهداف خاصة. والانكشاف نشاطها تم تغيير اسمها مرتين وإدارتها أيضاً، إلا أنها لا تزال تقوم بالنشاط نفسه لتلهم روسيا إطلاق فاغنر. سفحوا الكريملين. دخلت سوريا قبل أن تدخل روسيا كي تدرب ميليشيات الأسد وإيران، تدعم حفتر بالسلاح والعتاد وتقاتل معه، كما أنها تلعب دوراً أساسياً في إرهاب الأوكرانيين في حرب موسكو الأخيرة. إنها فاغنر تشكلت نواتها الأولى عندما دخل نحو 300 عنصر منها سوريا لتأمين المنشآت النفطية بقيادة ديمتري أوتكن العميد السابق في الجيش الروسي. فشلت المهمة حينها، لكن أوتكن لم ينسى الفكرة فشكل مجموعات أكبر ودخل أوكرانيا لدعم الانفصاليين في إقليم دونباس، ليعجب الأمر بوتين ويسلم الشركة إلى صديقه المقرب يافغيني بريغوجين
الذي عقد عام 2016 صفقة مع الأسد، ودخل سوريا بشكل أقوى لتخليص بئر نفط من قوات الأسد. ومن هنا ابتدأت رحلة أكبر جيش مرتزق في العالم. بدأت فاغنر بالتوسع والدخول إلى كل المناطق والقارات لتنفيذ مصالح موسكو فيها. معظم قواتها من القتلة والمجرمين وأصحاب السوابق والسفاحين، لذا كل مهامها التي تنفذها تكون بلا رحمة ودون استخدام معدات قتالية متطورة. تملك فاغنر الآن نفوذاً واسعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا وليبيا، محكمة السيطرة على الكثير من مناجم الألماس والذهب واليورانيوم والنفط، عدا عن سطوتها على الأرض حيث تتفنن في إرهاب السكان وتعذيبهم واغتصابهم. تصدر الولايات المتحدة وروسيا هذا الملف قد لا يكون مفاجئاً، ولكن ماذا لو قلت لك إن هناك دولة عربية تحاول السير على خطاهما؟ بلاك تشيلد، واجهة الإمارات في عالم المرتزقة. دخول الإمارات إلى سوق شركة المرتزقة كان عبر بلاك تشيلد التي تحمل الغطاء الأمريكي نفسه، أي أنها تقول عن نفسها إنها شركة أمنية خاصة تقدم خدمات كالحراسة والتدريب، إلى حين فجر شباب سودانيون القضية. ففي شهر تموز من عام 2020 تظاهر العديد من السودانيين أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم مطالبين بمعرفة مصير أولادهم بعد توقيعهم على أكثر من 3000 عقد للعمل كحراس خاص في الدولة الخليجية، حيث فوجئوا بتدريبهم عسكرياً من أجل إرسالهم إلى ليبيا واليمن، فرفضوا العمل مرتزقة وطالبوا بالعودة لترجع الإمارات 80 شخصاً فقط من ليبيا إثر رفضهم إكمال الرحلة. إجرام بالقانون. تنشط اليوم حول العالم أكثر من 20 شركة مرتزقة تنتشر في 6 دول عربية، تعبث بالأمن وتقتل وتنهب بغطاء شرعي كامل. صحيح أن القانون الدولي يحظر نشاطها بكافة أشكاله، ولكن حقيقة أن إدارة هذه الشركات وتمويلها من قبل حكومات بشكل مباشر تساعدها في التملص القانوني في كل مرة يثبت جرمها فيها، كما فعل دونالد ترامب في قضية بلاك ووتر والكريملين في قضايا فاغنر والعقوبات على ممولها. فما الذي قد يوقف إجرام هذه الشركات؟ وإلى أي حد سنشهد امتدادها وعبثها؟